هي أكبر يوتيوبرة بالشرق الأوسط، صاحبة أكبر قناة يوتيوب متابعة بالعالم العربي، لها 4 سنوات بعالم الشهرة والسوشيال ميديا. هاي إيفريوان، اليوم الفيديو راح يكون What's in my iPhone. يعني شو في بالآيفون تبعي من تطبيقات تمكنت من ملك حب الناس وانجذابهم للمحتوى اللي تقدمه في فترة قصيرة. هلو، هاي دنكن، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وأنتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. أنا حالياً بهوليوود، ليش؟ من وين بدي بلشلكم؟ لأني طالبة بأكبر وأفضل وأشهر جامعات العالم لصناعة الأفلام والإخراج. نور ستارز ضيفتنا اليوم في الجوجل بلوج. بقناتها على اليوتيوب عندها أكثر من 13 مليون مشترك، وهي ناشرة أكثر من 450 فيديو. أغلب فيديوهاتها تكون من حياتها اليومية، مثل حفلة عيد ميلادي، سيارتي الجديدة، العملية اللي غيرت حياتي، حيث تشارك نور ستارز لقطات معينة من المغامرات والنشاطات اللي بحياتها مع متابعينها. أما آخر فيديو نشرته كان مختلف تماماً عن باقي الفيديوهات، وكان فكرة جديدة من نور، حيث كان الحلقة الأولى من سلسلة الزواج. عملت عليها نور لمدة أشهر ودفعت مبلغ هائل لنجاح هذه السلسلة بدون أي إعلانات، حيث حقق الفيديو أكثر من 2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من تنزيله. أما بالإنستغرام فعندها أكثر من 5 مليون متابع، وهي متابعة 742 شخص وناشرة أكثر من 300 صورة، فآخر صورة نزلتها كانت للإعلان عن نزول الحلقة الأولى من سلسلة الزواج. أما الصورتين اللي قبلها فكانوا لمعايدة السعوديين بمناسبة العيد الوطني السعودي.